بل يعني مثل ما تفضلت لكم هناك المعارضة الفارسية، وأيضا الشعوب اتخذوا هذه الشرارة من ضمن ما كان يحصل. أصلا الشعوب تبحث عن يعني وسيلة للخروج، فأتصور قضية الحجاب هو يعني حرية للفرد إذا كان يريد أن يلبس الحجاب أو ما يلبسه، ولكن ليس حكرا على أحد. بالعكس، إحنا لدينا في الأحواز نسائنا تلبس أصلا الحجاب العربي الأصيل، لحد الآن ضمن أنه محارب، ضمن أنه أصلا محارب الحجاب من قبل النظام الإيراني، ولكن نسائنا يعني ترتديه. ولا مشكلة لدى الشعوب، بل النظام الإيراني دائما يعمل هذه السياسات وهذه الجرائم من أجل أن تكون نص المجتمع، أكثر من نص المجتمع وهم النساء، تكون في تحت السيطرة المظلمة لهذا النظام وعزلها من باقي فئات المجتمع. الحجاب ليس لدى المجتمعات في إيران أي مشكلة معه، ولكن النظام الإيراني بشكل يضغط على الشعوب، فالشعوب أصبحت تبحث عن حجة من أجل أن تقف مع بعضها لمواجهة سياسة هذا النظام الدكتاتوري قاتل البشر والحشر والحيوان. أستاذنا الكريم ومشاهديكم.